أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع؟ التوسل المشروع كما عرفتم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله، كما جاء بذلك الحديث في أصحاب الغار. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء، يقول للرجل الصالح الحاضر عنده: ادعو الله لي. هذا من التوسل المشروع. نعم.